وقت حرد أمين عام حزب الله على مجتمع الميم دعا أنه عم يحمي لبنان من يلي سماه المشروع الأمريكي الشيطاني الإبليسي. حلو، بس المشكلة أنه كلامه منه إلا نسخة رديئة عن خطاب اليمين بأمريكا والغرب. On day one I will immediately sign a new executive order to cut federal funding for any school pushing critical race theory, transgender insanity. نطالب الحكومة اللبنانية أن تراقب وأن تعيد النظر وأن تمنع وأن تكون جزءا من حماية أطفال لبنان. بلبنان مثل بأمريكا وروسيا والعالم صار مجتمع الميم الحجة المثالية لكل من بده يخلق حالة هستيريا بتبرر حملات قمع أبعد بكتير من المثليين. وعادة هالخطاب يجي مع حجة دفاع عن مجتمعنا من عادات جاية من برا، نوع من قومية جنسية. مش صدفة إنه خطاب نصر الله بلش بخطر الشيطان الأكبر على مجتمعنا. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مشروعاً واضحاً فاضحاً وصل لخطر الإنترنت. كلهم عندهم إنترنت بتليفوناتهم وببيوتهم الكبار والصغار وبدون حواجز، وهذا أخطر شيء. طب الآخر يرجع للمجتمع المدني. في لبنان بدأ هذا الخطر من خلال بعض المؤسسات التربوية، بعض جمعيات ما يسمى بالأنجيوز. نصر الله وجنود الرب قبله ما اخترعوا البارود. الهوموفوبيا السياسية ظاهرة منتشرة بالعالم كله، بتشيطن المجتمع الميم تتنقض على الحريات كلها باسم سيادة جنسية. بروسيا أقر فلاديمير بوتين قانون بال2013 ليمنع الأطفال يشوفوا أي محتوى داعم لحقوق المثليين. بال2022 بعد حرب أوكرانيا وسع قانون منع بروباغندا المثليين ليفرض رقابة على كل الإعلام والإنترنت والكتب والمدارس والطب للصغار والكبار. الدكانة اللي بترفع هذا العلم ما تشتروا منها. اليوم في برامج موسوم متحركة كرتون تدعو إلى الشذوذ الجنسي. هيدا الخطاب مع أنه بيربط القومية بالجنس والجندر هو كمان جاي من الغرب. We are not allowing gender ideology in our curriculum and if that means we gotta take on Disney to do it then so be it. نصر الله مثلا صار بيتقاطع مع خطاب خصومه المحافظين بالغرب يلي بيدفعوا أموال كتير ليصدروا أفكار وقوانين معادية للمثلية. هيدا الاستفاف بيودع نصر الله مباشرة بصفوف اليمين المتطرف بالعالم كله اللي مش بس ضد المثليين، ضد الإسلام كمان. J'interdirai le voile partout dans la rue et dans tous les services publics. Est-ce qu'il faut arrêter de tomber et de se soumettre aux injonctions abominables des militants LGBT? نصر الله بيعرف انه عم يحط حاله بنفس الخانه مع اليمين المتطرف بالغرب. اليوم في العالم بدا الصراخ حتى داخل الولايات المتحده الامريكيه. ولو بيحكي باسم عادات ومعتقدات متخيله. نصر الله وباقي السياسيين القمعيين عم يستوردوا خطاب كراهية من برا لأنه بيناسبهم هلأ. الليبرالية الحديثة هي من سوق الزواج المثلي. لجوء نصر الله ورفاقه بتحالف اليمين العالمي للغية الهوموفوبيا هو جزء من مشروع السياسي اللي صار قائم على الدفاع عن العائلة بوجه خطر الانحراف، مغطى بخطاب قومي بيستعمل الجنس كمدخل للقمع. هو خطاب ناتج عن أزمة هاليمين من روسيا للبنان والحاجة إنه يخلقوا كبش محرقة. هو أخطر منه. هو برنامج قمعي للحكم عم يخلق حالة هلع ثقافية على المجتمعات من باب الجنس والعائلة بمفهوم الرجعة. لأنه لما بيكون عندنا حالات زواج وبيكون كمان عندنا زواج مبكر، هذا بيحصن شبابنا وشاباتنا ورجالنا ونسائنا من الانحدار إلى المعصية. We're going to protect Christianity. Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. هيدا الخطاب ببيع. You see, I'm talking about cutting taxes. People go like that. Talk about transgender. Everyone goes crazy. وبالفعل ما طالت دعوة نصر الله لتتحول لحملة عامية. ما طالت أماكن تدعم مجتمع الميم قد ما طالت دكان على طريق المطار عم ببيع مزيل للريحة ومطعم لغى جاتوه ملون وطلع بيان إنه هو مع حكي نصر الله وقنوات الكيبل مثل NBC ديزني ونيكلوديون اللي انمنعوا بمناطق الحزب. بعد عقود من توسيع مجال الحريات الجنسية والثقافية صار في جبهة عالمية لمواجهتها وصار عندها فرع بلبنان اسمه حزب الله.